وللمزيد من التفاصيل عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم، يعني تطلعنا على آخر تفاصيل الفعاليات الرياضية على رأسها رالي المسابقات السيارات بالأمس وغيرها من الفعاليات الرياضية والفنية. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل على رأس هذه الفعاليات كان بالأمس رالي إيفر للسيارات الكهربائية. هذه السيارات التي أنشئت وتم صناعتها بالطبع بأيادي مصرية خالصة. هؤلاء الشباب الذين تجمعوا من الجامعات المصرية المختلفة وعزموا على إنشاء هذه السيارات وصناعة هذه السيارات من أجل توطين الصناعة المصرية بشكل عام وتوطين صناعة السيارات الكهربائية نظرا لاستراتيجية مصر 2030 والوصول للخطة المستدامة للتنمية الخضراء. وهذه السيارات هي صديقة للبيئة، لذلك هذا المشروع يستهدف ليس فقط مجرد مسابقة ولكن هي أيضا عمل جماعي بين الطلاب والوزارات المعنية المختلفة وعلى رأسها مجلس الوزراء وأكاديمية البحث العلمي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وأيضا توطين الصناعة المصرية. ولكن مهرجان العالمين الجديدة لا يقتصر فقط على الشباب أو يقتصر فقط على الفعاليات الرياضية التي رصدناها سويا من كرة شاطئية، من كرة قدم، من كرة سلة، لكن بالأمس كان هناك افتتاح لأحد المهرجانات الهامة جدا بداخل مهرجان العالمين الجديدة وهو مهرجان نبتة للصغار. هذا المهرجان أنا متواجد الآن حيث الخيمة المخصصة لمهرجان نبتة للصغار، وبالطبع هذا المهرجان يلاقي يعني إقبالا كبيرا من العائلات والأطفال نظرا لعدد من النشاطات المختلفة داخل هذا المهرجان، من أهمها بعض النشاطات الخاصة بالورش، ورش ترفيهية وتعليمية في نفس ذات الوقت داخل مهرجان نبتة للصغار. الأعمار السنية متفاوتة داخل المهرجان، كل من العائلات المتواجدة في مهرجان العالمين الجديدة تستطيع أن تصطحب أطفالها إلى مهرجان نبتة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا لا يقتصر فقط على الورش ولكن أيضا هناك يعني مسرح خاص بنبتة، يكون هناك عروض مسرحية يومية للأطفال، ومن داخل هذه المسرحيات يتم إرسال رسائل أخلاقية ورسائل وطنية مختلفة يتم زرعها داخل الأطفال الصغار، ويتم تنشئة الأطفال أيضا على الوطنية وأيضا حب الوطن. هذه نقطة. نقطة أيضا الإضافة لذلك لا يقتصر فقط على المسرح أو الورش ولكن أيضا هناك فقرات ترفيهية وفقرات غنائية وفقرات مسرحية ترفيهية متواجدة أيضا في نفس هذا المكان المتواجد أنا به الآن. على عدة مراحل يستطيع الأطفال أن يلعبون وفي نفس الوقت يستفيدون من لعبهم داخل هذا المهرجان. افتتح بالأمس يعني مهرجان نبتة ويستمر على مدار الأيام القادمة. بالإضافة لذلك أيضا اليوم هو الجمعة، نحن في انتظار أحد المهرجانات الهامة على هامش مهرجان العالمين الجديدة وهو الفود فيستيفال أو مهرجان الطعام وتحديدا بايتس باي ذا سي، وسيكون هناك عدد كبير ومتنوع ومختلف من الأطعمة من داخل مصر وخارج مصر لمن يحب أن يشارك في هذه المهرجانات الخاصة بالطعام، فضلا عن استمرار الحفلات الغنائية. واليوم نحن على انتظار وفي انتظار بالطبع الحفل الخاص بالفنان حمزة نمرة وفرقة مسار إجباري. لذلك تنوع الفعاليات داخل مهرجان العالمين الجديدة هو ما يميز النسخة الثانية، وهذا ما نرصده اليوم ونرصده على مدار باقي المهرجان. والآن عودة إليكم. أشكرك جزيل الشكر الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة.